مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والشعب المصري طيب وبخير. النهاردة أعياد الربيع داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وفروع النادي الأهلي المختلفة حاجة تانية، شكل تاني داخل مقر النادي. معي في هذه اللحظات الفنان لؤي والمطرب، واللي النهاردة أحيا حفل عيد الربيع في مقر النادي بالجزيرة. أولا سعداء اللي أنت موجود النهاردة وسط عائلة الأهلي في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. أنا اللي سعيد والله جدا إن أنا متواجد هنا النهاردة، وكل سنة وحضراتكم جميعا طيبين والشعب المصري كله بخير، ويا رب يجعله عيد سعيد يا رب إن شاء الله. النهارده بقى وجودك وسط عائلة الأهلي في عيد الربيع، وقت ما بلغوك أو طالبينك إن أنت تكون موجود النهارده في مقر النادي في الجزيرة وسط عائلة الأهلي لإحياء حفل عيد الربيع. اتبسطت جدا، وخصوصا إن أنا لسه عامل أغنية للنادي الأهلي، والحمد لله لقيت صدى جميل، و كنت مبسوط، وحفلة جميلة جدا بناسها طبعا الحمد لله. الناس كانت جميلة أوي. الحضور الكبير اللي كان موجود النهاردة تعليقك عليه كمان، والنهاردة النادي في أزهى صوره كمان. لا حفلة جميلة جدا جدا، أنا عن نفسي اتبسطت جدا بصراحة. لا الحمد لله كانت حفلة جميلة جدا بناسها الحمد لله. كلمني بقى على الأغنية الخاصة اللي عملتها للنادي الأهلي. عملناها دي تحية طبعا للخطيب طبعا كابتن محمود الخطيب، بوجه له تحية كبيرة جدا جدا، وفي نفس الوقت ربنا يجعل النادي الأهلي على طول في تقدم دائم يا رب إن شاء الله. كلمات الأغنية، لأن أغاني النادي الأهلي دائما بتبقى محفورة في وسط جمهور النادي الأهلي وبتتردد عبر سنوات وسنوات، كلمات فكرت فيها إزاي وكلمات الأغنية ومطلع الأغنية؟ هي لحن هشام جمال وكلمات أمير تعيمة وتوزيع مادي. أغنية كانت جميلة جدا، وناس كتير الحمد لله هنوني عليها يعني. الأهلي مش مجرد اسم أو شعار. جميلة جدا جدا. ميرسي جدا، ميرسي يا جماعة. كلمة في النهاية لأسرة النادي الأهلي وكل الشعب المصري في هذا اليوم. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين، وربنا يجعل مصر دايما يا رب أمن وأمان وفي تقدم دائم يا رب إن شاء الله بإذن الله. شكرا يا لؤي. جدا جدا، ميرسي، شكرا شكرا.